لكن المجمل في رهان العودة لمسابقة الدوري هو قدرة كولر على مسألة التدوير وإيه، وإنه اللعيبة يبقوا في حالة واقفين على رجليهم. صح ماشي، طب أنت مطالب بإيه؟ عندك أندية بتصارع الهبوط، ها؟ أول مباراة تلعبها مع نادي فاركو. فاركو بيصارع بشراسة، عاوز يهرب من السقوط في بئر النسيان زي ما بيقولوا. ها؟ يعني فبرضو أنت هنا عندك مباراتين ورا بعض في برج العرب ما بين فاركو وما بين الاتحاد، وبعد كده ترجع على القاهره، هتروح لاعب الداخليه، وبعد كده تروح لاعب الزمالك، وبعد كده تلعب تروح لاعب فاركو، وبعد كده تلعب الطلائع، وبعد كده تلعب بيراميدز. ده مشوارك في ايه؟ في الماتشات. صحيح. التحكيم يقلقك زي ما بيقول كابتن اسلام، ها؟ وبحسابات، لانك انت شفت لقطه مثلا في دوره الترقي والغريبه من حكم دولي مصنف رقم واحد ضربه جزاء لا، وبعدين كابتن البنا وريها له، ميكي وريها له ما بين الحرس والترسانه، ميكي وريها له. لا، هنا يا كابتن السؤال، هل افقد الفي ار الحكم شخصيته في الملعب؟ هل اصبح كل قراراته معتمدا على حكام الفيديو؟ هو خلي بالك لا يستطيع، لا يستطيع تغيير قراره بعد ما صفر ضربه جزاء. حامل الرايه ما شافهاش؟ هو لا، ده بالعكس شافها. لا شافها يا كابتن. معلش، لا انا اصل انا الموضوع ده كان هيجنني، لانه واحنا قاعدين شايفينها، يعني انا وانا قاعد شايف اللي انت بتتفرج ايه. انا كنت قاعد بتفرج. ما انا بقول لك التلفزيون. فشوف اتلخبط سنه، ولكن انت عارف حامل الرايه اصر على انه ايه، على انها ركله جزاء. ما انا بكلم، هو ده السؤال. هنا بقى، هنا الخوف. بس هو من حقه يغير رايه يا كابتن. لا ازاي؟ طالما في حاجات ده ماشي، ما فيش هو لو رجع لحكم الرايه، حكم الرايه قال له رفع الرايه، كان هيقول له ايه؟ كان هيقول له لا، مش ركله جزاء. هيقول له هو كابتن البنا بيقول كده، ان هو راح قال له ان هي مش ركله جزاء، قال له لا ركله جزاء. وقال ان انا ما شفتهاش. ما يقدرش. البنا قال ان انا ما شفتهاش. البنا قال ان انا، الله ينور عليك. لكن انا بقول لك حاجه، انت هنا ايه؟ عندك ماتشات، انا من وجهه نظري انك انت لازم تعمل ضغط على الحكم بصوره كبيره، انك انت تخلص المباراه. يعني انت ايه هتجيلك؟ انت لا، بس ما حدش يفهم الكلام غلط. انت تعمل كنادي اهلي، انت تجيب جوان بدري وتخلص، تكسب بدري وتخلص بدري، يعني ما تديش فرصه لاي حد يحاول يتدخل بصوره وباخرى. ده اللي احنا بنتكلم عن ايه. احنا مش هنقف عند مساله التحكيم، احنا هنا مع التحكيم ولنا بطولتين دوري شفناهم بعينينا. عشان كده لا، ما انا بكلمك اهو. انا دي اول حلقه اتكلم فيها، احنا فتره كنا بنتكلم عن المنتخب. اول حلقه بتكلم فيها، فانا اصريت وقلت للزميل العزيز سمير عكاشة، قلت له المخرج بتاعنا، قلت له يا سمير سجل الكلام ده وخليه لي، عشان لو لا قدر الله حصل حاجه يوم الفتره اللي جايه. انا بقول اهو ان هناك بعض، والمره المليون، وحضرتك قلت هتظهر في ماتشات مين يا كابتن؟ كابتن هتظهر في ماتشات مين؟ يا يعني في ماتشاتنا، في ماتشات غيرنا. لا، في ماتشاتك ومع فرق بعينها، يعني انت هتشوف ايه؟ هتشوف الحسابات. احنا بنحذر من دلوقتي يا استاذ محمود، وحضرتك في اي منصه بتحذر، واستاذ جمال نفس الكلام. طيب، الناس اللي مهتميه بان هي تطور نفسها وتدور، واحنا بناخد منها ونتعلم. جه الاتحاد الانجليزي ولفرهامبتون عمل شكوى وقال يا جماعه لازم لرابطه الانديه، قال لهم لو سمحت عاوزين نصوت على ايه؟ الفار يستمر او نلغيه. ده كان طلب واحد. ما هو نادي واحد. ما هو نادي واحد هو اللي رفض. اتضم ليه ناس في الدعوه، يعني ما كانش واحد، ضمت معاه ناس بس ما قدمش الطلب. هم قال لك نشوف. جم عملوا تصويت يوم 6. 19 وافقوا على الاستمرار وواحد رفض. اللي هو ولفرهامبتون هو اللي رفض. طيب ايه بقى القرارات اللي بعد كده؟ الاتحاد الانجليزي قال لك لا يا جماعه، هو احنا عندنا اخطاء، بس احنا هنحاول نقلل من هذه الاخطاء. نقلل من هذه الاخطاء، هنعمل التسلل الالي، هنعمل انه الحكم ما ياخدش وقت، وانه قرارات مش عارف مين. يعني عاوز اقول لك ايه، هو راجل بيحاول يجود ايه؟ لانه مثلا الفار السنه اللي فاتت على فكره افقد ليفربول والارسنال درع الدوري في مباريات واهداف، ولفرهامبتون نفسه اتحسبت عليه حاجات والناس التزم. لكن انا عاوز اقول لك ايه، هنا يبان في حاجه في الكلام اللي انت بتقوله، اخطاء غير مقصوده، لا ما هي واخطاء تكرارها يثير علامه استفهام. يعني ايه؟ لما تقول هي نفس اللعبه تتحسب لفريق ضربه جزاء ونفس اللعبه لفريق اخر لا تحسب ضربه جزاء، ما دي لا مؤاخذه يعني مش هتقدر. واحد ياخد كارت احمر في لعبه وواحد تاني ياخد انذار نفس اللعبه. انا بقول لك اهو في ماتش تاني. ما هو ده اللي احنا دايما بنقوله يا استاذ جمال وحضراتكم.